النهارده انت نجحت في معادله صعبه وهي وجود جيل صغير، لان يعني طبعا ربعنا القدام كانوا كبار في السن، ودي حاجه مش عيب، ودي الحياه، سنه الحياه. لازم يبقى عندك اجيال. فالنهارده انت نجحت تعمل جيل صغير، وفي نفس الوقت على مستوى الشباب هو قوي جدا عالميا، بس النهارده بيخش في معترك وزنه في المنتخب الكبير. مزمد. عملت المعادله ازاي دي؟ ايه الادوات اللي انت استغليت فيها في الاول، وازاي عملت اسكان او سيرش على اللعيبه دي وبدات تختارها من اماكنها؟ زي ما بقول برضو تاني، اقول ان المشروع القومي والمؤسسات والانديه ساعدتنا في هذا الاختيار. الحقيقه يعني بجد يعني هو لو رفع الاثقال من الالعاب اللي هي ملهاش ظهير اعلامي كبير. نعم. وملهاش رعايه. حقيقي. يعني احنا عندنا شركه تسويق طبعا، انما مفيش رعايه كبيره من شركات لرفع الاثقال. برغم انها لعبه اولمبيه مهمه جدا، يعني ابرز لعبه، من ابرز الالعاب اللي جابت ميداليه على مستوى الاطلاق. احنا قلنا الكلام ده، التاريخ الاولمبي اغلب ميداليات جايبينها في رفع الاثقال. بالظبط كده. وكل شعب ليه حاجه بتناسبه. وانا هاخد بس الكلمه دي ان شاء الله في نهايه الحلقه، عشان يعني هطلب من اتفضل يعني ان شاء الله كده حاجه يعني باذن الله، وانا يعني بستغل ان انا في قناه النادي الاهلي. فطبعا الدوله المصريه ومتوسطه وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي بجد يعني هو ده الوحيد اللي ساعدنا وساندنا ان احنا نعمل المعادله اللي حضرتك قلت عليها دي. بقى عندنا منتخب اول عالم تحت 17 سنه، منتخب واخد ثاني عالم تحت 20 سنه، وعندنا 5 لاعبين من 6 متاهلين بالفعل ان شاء الله لغايه باريس. طبعا دي حاجه صدقني يعني في رياضه رفع الاثقال صعبه جدا. ليه؟ طبعاً. لان احنا يعني بنصرف نفس شرسه، لا وبنصرف مصاريف لان لاعب رفع الاثقال طبعا سفر وحجم المشاركه بالنسبه للعيبه في المعسكرات يعني طول يعني السنه معسكرات، طول السنه لاعب رفع الاثقال لو نزل اسبوع اجازه او 10 ايام اجازه بينقص من مستواه 30%. كابتن انا كنت بعسكر في مركز الامي في المعادي، تمام، صحابنا بتوع رفع الاثقال وقت ما كنت بلعب، تمام، كنا نروح ونيجي عليهم، تمام يا فندم، يعني ننزل نروح نلعب ماتشات دوري والدوري يخلص وارجع عليهم. دي في مركز مشكلتنا، وهي دي يعني الحقيقه ان وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي مش سايبنا فيها يعني بصراحه على طول. انا عايز في الحته دي اقف بقى شويه. طب الدكتور اشرف صبحي وهو ده اللي كنا بنقوله دايما، تمام، انه كل واحد يبقى في اللي يعني اللي وكله له القانون، تمام، لجنه الاولمبيه تبقى في شغلها، الوزاره تبقى في شغلها. والدكتور اشرف صبحي الحقيقه كان بيلاقي يعني بدون اي كلام تيار شديد جدا، ولكن كان على قد استطاعته كان بيقدر. فالنهارده وقف جنبكم في مرحلتين، مرحله الايقاف، تمام، وازاي ان لعبه الاثقال لف الاثقال ما تتفرغش من مضمونها، مظبوط، وما تبع، تمام، رفع الايقاف، تمام. فالنهارده الوزاره محتاجه تحط بادجت كبيره. انت قعدت مع الاتحاد وحطيت برنامجك وتم عرضه على الوزاره، تمام، ايه اللي تم في كواليس الموضوع ده؟ والحقيقه تم يعني برضو الدكتور اشرف الحقيقه عامل حاجه في وزاره الشباب والرياضه وغير اللجنه الاولمبيه، هما الاثنين يعني في اندماج كبير جدا بينهم ده دلوقتي الحقيقه صح، يعني الحقيقه صح. في اللجنه العلميه كمان برئاسه الدكتور كمال درويش، وده احد القامات الرياضيه. وبعدين هو يعني انت عارف ان احنا لعيبه رفع اثقال، فاحنا عندنا مصطلحات كده، هو صنايعي، هو معلم، هو مش راجل كبير رياضيه، هو برضه مش اكاديمي بس، لا هو اشتغل، تمام، هو اشتغل في الرياضه بالظبط كده، أيوة، لا وكان مدرب وكان طبعاً اداري، فده صنايعي معلم يعني. فلما بيقعد معاك وهو بيبص لك كده وبتتكلم بيبقى عارف انت عايز ايه وفعلا هتعمل ولا مش هتعمل. قعدتوا مع اللجنه دي؟ قعدنا طبعا، قعدنا كتير وحطيت برنامجك، حطيت برنامجي للشباب وللناشئين وللكبار، عرضته على اللجنه، عرضته على اللجنه واللجنه وخدت اعتمادها. وسبحان الله يعني يقال هذا، الله اعلم، ان رفع الاثقال اعتمدت الكلام اللي اتقدم كله، يعني مفيش حاجه يعني اتاخر عليها. بصراحه اسمح لي حي بقى دكتور اشرف صبحي، طبعا 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 طبعا، لانه فعلا هو عمل اللي اي مصري مخلص وطني هيعمله في مكانه، اللي هو اهم لعبه اولمبيه لازم ما تتناقش، تمام، في البرنامج اللي مقدمه، تمام، والدليل النتائج اللي انتم محققينها. ودكتور اشرف صبحي كان موجود في الافتتاح وكان موجود في تسليم الجوائز وكان موجود بنفسه ومفرغ نفسه للبطوله، فده صحيح. دليل بايمانه بيك وهو في كل حاجه. يعني لما يجي الدكتور اشرف صبحي واحنا رايحين بطوله العالم للسعوديه، يجي الساعه حوالي 10 بالليل او 9:30 بعد يوم حافل، احنا عرفنا الكلام ده يوم حافل عشان يزور المنتخب في دار الاسلحه والذخيره ويشد من ازره، وان شاء الله رايحين تعملوا حاجه كويسه، وي 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 حاجه كبيره قوي عندنا. وزي ما بقول لحضرتك تاني، احنا لعبه رفع الاثقال يعني ناس هي مش يعني ناس شقيانه شقيانه يعني. فنقدر نقدر نقدر نقدر
الاحترام ده والتقدير ده. ده ايوه والجميل ده. والله والله بجد يا كابتن هيثم يعني فعلا احنا حاطين اللي بيعملوا معانا الدكتور اشرف ده يعني بجد يعني نصب عينينا لسبب هو بيعملنا بقيمه كبيره باحترام ولاعيبه رفع الاثقال بتقدر ده. وده مصر يعني انا عايز اقول لك هو ده يعني ولاد مصر. ما هو بيمثل دوله مصريه يعني هو بيمثل دوله مصريه اكيد يعني. طيب مين الخمسه اللي عندك اللي تأهلوا للاولمبياد؟ خلينا نقولهم ابطالنا الجمال. ساره سمير طبعا وزن 81، نعمه سعيد وزن 71، حليمه عبد العظيم وزن زائد 87، كريم ابراهيم كحله وزن 89، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وزن زائد 109. طيب. في اثنين بقى بيتنافسوا على المقعد الاخير اللي هو وزن 102، محمود حسني وده نتاج اللاعب مشروع قومي الموهبه سنه صغير برضه 2005 ده واخد اول عالم تحت 17 وضرب الرقم العالمي تحت 17 سنه عالمي. مين تاني بقى اللي بينافس؟ وياسر اسامه ده من نادي الكهرباء برضه، ده هما الاثنين شغالين مع بعض. هو ياسر خد اول في الاقرب ياسر يغادر التأهل ولا يعني احنا رفع الاثقال هما الاثنين هما بيشيلوا زي بعض. فعشان كده احنا مدينهم فرصه لغايه بطوله العالم في تايلاند ان شاء الله. تايلاند دي هتبقى من 30 مارس ل 10 ابريل، ودي بطوله على ودي بطوله كاس عام اجباريه. يعني ايه اجباريه؟ الاتحاد الدولي في طريق التاهيل عمل 7 بطولات او 7 مشاركات عشان يخلي اللاعب تحت المجهر بتاع الاتحاد الدولي عشان النشاطات وكلام من ده. عمل 7 بطولات خلال سنه ونص. خلال سنه ونص خلال سنه ونص 7 بطولات منهم لازم يشارك اللاعب ب5 بطولات. ده منهم الخمسه دول اتنين اجباري اللي هم بطوله العالم في السعوديه اللي احنا شاركنا فيها تمام، وبطوله كاس العالم اللي هي في تايلاند اخر محطه للتاهيل. اي حد عايز يتاهل هيشارك لو 5 من 7. لو هو اول عالم لازم ما راحش تايلاند شكرا يبقى مش هيروح باريس. طيب احنا لعبتنا الخمسه دول شاركوا في السعوديه، السبعه بقى لان انت عندك اتنين بيشاركوا صح؟ مظبوط تمام انا مذاكر تمام. السبعه بالاتنين اللي بينافسوا على المقعد السادس راحوا السعوديه تمام، وهم السبعه هيروحوا تايلاند. دي المحطه الاخيره اللي حضرتك هتروح بالسته بقى بعديهم على باريس 2024 بعد 4 شهور. بعد نظام التاهيل هم في 5 اوزان اولمبيه للسيدات، 5 اوزان اولمبيه للرجال. اكبر كوتا لاي دوله 3 و3 6، فبيبعتوا 25/4 للدول. ابعت لي لو احنا عندنا مثلا 5 متاهلين، لما احنا الحمد لله عندنا 3 بس يعني على ال3 اوزان ان شاء الله اللي هنروح بيهم. ابعتوا قولوا لنا ال3 اوزان بتاعتكم مين؟ بتاعت الرجال 3 اوزان بتاعت مين؟ بس احنا معانا 3 و3. يعني انت في دوله ثانيه مثلا زي الصين زي ما حضرتك ذكرت هي عندها 5 بنات و5 رجال متاهلين، فهيختاروا منهم 3 و3. طب السؤال هنا انت عندك 6 هيتاهلوا ان شاء الله تمام. هتوديهم ال6 كلهم اولمبيات ولا ممكن تختار من ال6؟ والله ده بقى يا كابتن هيثم يعني ما شاء الله عشان حضرتك برضه رياضي، احنا كرفع اثقال ما بنحبش الموظفين. ليه بقى؟ ما بحبش الرياضي اللي هو يعني جاي بيمضي ويمشي. انا عايز واحد بيتعب، واحد شقيان زي ما حضرتك قلت. يعني ايه؟ يعني خليني وانا واقف وراه والجهاز الفني واقف وراه والاتحاد المصري واقف وراه ومصر كلها واقف وراه مبسوطين راسنا عاليه. يعني لعيب بتاهل بس هيروح منظره مش كويس. انا عن نفسي انا كعلاء حسن بقول لا استنى عليه ده مش هستنى، ده يعني نوفر احسن نوفر تمام. والله يعني اللي مش هيخش ضمن الخمسه الاولانيين وينافس على ميدالية يبقى. طب انت يعني بحس المدير الفني من الستة اللي هيتأهلوا، مش هنقول بقى الخمسة ان شاء الله يكون في ستة، في احنا عندنا بفضل الله 3 او 4 ان شاء الله في اول 4 لعيبة بس الطريق الاولمبي. انا هو من ساعتك برضه اكمل عشان برضه يعني في وضوح وموضوعيه. الطريق الاولمبي احنا مشيناه قبل كده، وانا كان ليا الشرف يعني مشيته 2008 و2012 دي ودي 2016 كمان في ريو دي جانيرو. الحقيقه بيبقى في مفاجات وفي لعيبه يعني مثلا يعني انا عايز اقول لحضرتك بطوله اسيا لسه خالصه امبارح في واحد من اوزبكستان لاعب اسمه اكبر ده كان ميزانه 130 خسس ل 102. نعم 102 كان ميزانه 130 نزل 28 كيلو نزل عشان ميزانه اصغر منه. انا عارف العكس، لا نزل يزود عشان شال كام بقى؟ شال هو كان بيعمل 200 وحاجه خطف وكان بيعمل حوالي 240 كيلين، شال 180 خطف و220 كيلين، عمل 400. ال 400 دي تخليه دي ياخد تاني ادي واحد في ميزان 102 الاولمبي ادي واحد دخل في الميزان وانت مش عامل حساب بالظبط كده. فهي هي بتبقى وعايز اقول لك على حاجه وحط على ده مورا ده اباف كمان ايه التوفيق تمام بالظبط كده. لعيب دخل قدام البار على الستيج اعصابه لعبت هو ده الرياضي اللي بيقدر لان فعلا الدار الاولمبية كبيرة. بس اديك نصيحة يا كابتن علاء، اتفضل. انا مش عايز نضغط ربع عيننا صحيح، يعني الولاد صغيرين سواء سارة
كل مصطفى ونعمة أصغر ونعمة وكريم بالزبط. يعني كلهم مش عايزين نضغطهم يعني ايه مصر كلها واحنا بنتكلم اهو احنا ربعنا والدوري والاولمبيات فعلا فعلا, لا فعلا. لا. احنا عملنا كده ويعني يا ريت نذاكر التاريخ. عملنا كده مع محمد ايهاب مع لا مع احسن بنت جيت في رفع الاثقال نهله رمضان نهله رمضان سنه 2004 اخبارها يعني صحتها عامله ايه؟ تمام الحمد لله يعني يعني الحمد لله احسن احسن الحمد لله. لله خرجت مستشفى الحمد لله وبتواصل العلاج برضو كده وحقيقه برضو وزاره الشباب والرياضه والمؤسسه العسكريه مش سايباها يعني الحقيقه ان شاء الله نستضيفها في شباب باذن الله. فاحنا ضغطنا عليها قوي وهي كانت طفله عندها 18 سنه كانت 2003 واخده اول عالم 2004 في الدوره الاولمبيه خدت صفر. ليه؟ ضغط عصبي بتقع. لا احنا ممكن نجيبهم حلقه هنا ونقعد معاهم ما في جبت ما جبتش ما جبتش يعني ما احنا برضو مش عايزين يا رب عيننا وثلاث ميداليات لازم ناخدها واربع ميداليات. لا يا حبيبي ما هو مش بالعافيه احنا اللعيب لما بيتحرر من الضغوط واحنا ما نبقاش عاملين حسابه مظبوط بيروح يحقق نتيجه مزبوط. انما هو طالع من هنا يلا زي ما دي لا طبعا مزبوط. وطبعا ده عليك هو برضو يا كابتن هيثم يعني ايه حته ايه حققت لا احنا طبعا اعمل اللي عليك واحنا لعبه حديد. يعني ايه لعبه حديد؟ يعني انت بتشيل 100 و120 انا مش عايز اكتر من كده لان يعني احنا برضو ايه بنوفر الاجواء اللي نقدر نشيل الكلام ده. انت قصدك بس ما تفكرش في البطوله بشكل ان انت ايه تروح يعني هتجيب ميداليه ولازم تجيب ميداليه أيوة. احنا عايزين الارقام دي والارقام بتاعتنا ان شاء الله تجيب بس خلاص بس يعني احنا في رقم بس بالظبط كده انزل هات الرقم كده. ولا انت شايف دول بالزبط. انزل يا باشا هات الرقم اللي انت جبته معايا في التمرين عشرات المرات صحيح. مش يعني ايه انا ضد ان اللاعب يتضغط اكتر من المطلوب مزبوط. مهم مزبوط. جدا وعايزين الضغط العصبي بيعمل انهيار اكتر من اي ضغط بدني او اي صحه الاولاد يا حبيبي لسه صغيرين احنا بنتكلم في 2019 و18 واحنا مش واخدين على الضغط الاعلامي أيوة. احنا رفع الاثقال يعني يا دوب يعني معلش يعني ايه يعني لو كل مقاله او حاجه او يبقى خبر علينا بيبقى كل فين وفين يعني فاحنا على فكره مرتاحين قوي الحكايه ديت بس وقت ما بيتحط الاسبورت الاولمبيه بالظبط كده بالظبط كده احنا